بنصحك لا تحاول على الفاضي يا زكي، بوعدك انه ما في شي رح ينجيك من ايدين قدرك المكتوب. الرئيس عطاك وعد انه ما رح يقتلك، بس الظروف تغيرت. مثل القنبلة تبعك، تأكد وقت بيصير وقت الجاد الرئيس رح ينفجر. بس اشكر ربك لأنه الله بعت لك إنسان حنون مثلي. سألني ليش؟ سأل لأنه أنا ما بحب خلي الشخص اللي بدي يقتله ينام وحداني بالقبر. لهيك أنا جبتك لهون مشان أدفنك جنب دورسون اللي قاتله قبلك. كانت كلمة سرنا هي دورسون. يلا صار وقت النوم، تعال نام جنب أخوك، هلأ بتتعرف عليه. يلا أرجيني سنانك.